إسرائيل بمنتهى البساطة والوضوح، هل تبتعد عن إيران في ظل هذا التقارب الإيراني الأمريكي إن صحت الكلمة وهو تقارب أو لا؟ يعني إسرائيل تتحدث أن ما يجري بين الولايات المتحدة وإيران هو تفاهمات وليس اتفاقا، جيد. وهي غاضبة جدا من هذه التفاهمات، مما تسميه التفاهمات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، باعتبار أن إسرائيل تريد أن تعيد الزمن إلى الوراء. يعني إسرائيل التي عملت بشكل يكاد يكون مجنونا لتدمير الاتفاق النووي عام 2015، هي الآن تريد أن تعيد النقاش إلى ما كان بعد الاتفاق مباشرة. وأنا أعتقد أن إسرائيل تشعر أن الزمن قد تجاوز طلباتها وقد تجاوز طموحاتها من وطلباتها من الولايات المتحدة الأمريكية. يعني إسرائيل تعتبر أن الحديث عن تفاهمات بالمفهوم الأمريكي وليس اتفاقا مع إيران نابع عن أن إدارة الرئيس بايدن لا تريد أن تكون ملزمة بالعودة إلى الحصول على موافقة الكونغرس، حيث تستطيع أن إسرائيل أن تكون أكثر تأثيرا في هذه الحالة، وهي تخشى أن تكون سياسة الإدارة الأمريكية هي ضمان الاستقرار أو الهدوء على الجبهة الإيرانية حتى انتخابات العام 2024، وهذا سيفقد إسرائيل زمنا حاسما بالنسبة لمحاولاتها الدفع نحو مواجهة مع إيران تكون الولايات المتحدة الأمريكية شريكا فيها. أنا أعتقد أن الحديث الإسرائيلي عن أن إسرائيل قادرة على ضرب إيران والمشروع النووي الإيراني لوحدها هو كلام فارغ، وهو يقر به يعني ذو الشأن في إسرائيل نفسها وممثلو يعني الكلام الأمريكية. سقفه أعلى بكثير من الأفعال يا سيد عصام.